نقلا عن الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان والسياسي مصطفى بكري. مصطفى بكري طبال كل العصور، تلاقيه في عهد مبارك ينحاز للدولة دون المواطن، في عهد الثورة يعيط ويبكي في البرلمان، برلمان الثورة، على دماء الشباب اللي سقطوا، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي كان يتملق لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يتملق للإخوان، لحزب الإخوان، حزب الحرية والعدالة، وللرئيس نفسه. بعد الانقلاب العسكري انقلب كالعادة مصطفى بكري على الثورة وعلى جماعة الإخوان والرئيس مرسي، وانحاز بطبيعة الحال للعسكر وعبد الفتاح السيسي. لكن النهاردة بيخرج تصريح غريب عن مصطفى بكري في نفس اليوم اللي بيموت فيه حسين طنطاوي، وتصحبه دعوات المصريين بسبب اتهامه في مجازر، سواء كان مجزرة محمد محمود أو استاد بورسعيد أو موقعة الجمل مثلا أو العباسية أو مسبيرو. يطلع مصطفى بكري عشان يكلمنا عن فساد الرئيس الراحل محمد مرسي. محمد مرسي تم الانقلاب عليه وتم إخفاؤه قسريا وتم وضعه في السجن سنوات وتم منع العلاج والطعام واللقاء بالمحامي واللقاء بأسرته، وحتى الكلاب حطوه في قفص زجاج عشان ما يتكلمش. مع كل ده محمد مرسي الراحل الشهيد محمد مرسي كان بيحاكم في تهم غريبة، حكموه مثلا في تهمة التخابر مع حماس، في تهمة الهروب من السجن، لكن لم يحاكم محمد مرسي الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد في أي تهم تتعلق بفساد، على الرغم من ادعاءات الإعلام إبان فترة حكمه كانوا بيأكلوا بط وكانوا بيأكلوا مش عارف حمام والكلام ده. محدش قدر خلال الكام سنة اللي فاتت، على الرغم من أنهم كانوا بيسجلوا للراجل وكانوا بيتلصصوا وكانوا بيتجسسوا على الراجل وكانوا بيتحكموا في كل حاجة، ما مسكوش عليه مليم فساد، ما مسكوش عليه بنى قصر لمراته أو بنى قصر لابنه أو اشترى طيارة أو جاب نجفة مش عارف فين أو جاب سيراميك مش عارف منين أو غير مش عارف إيه أو لبس مراته حلق أو لبس ساعة. محدش مسك على الرئيس محمد مرسي أي حاجة من الحاجات دي. قتلوه، اغتلوه داخل السجن لأنهم ما قدروش يمسكوا عليه أي جريمة. النهاردة طالع مصطفى بكري يقول لك وقائع فساد وتبذير ارتكبها محمد مرسي خلال فترة حكمه. إيه بقى التبذير والفساد اللي قاله مصطفى بكري على قناة صدى البلد امبارح؟ قال لك إن مرسي طلب تغيير الكرسي اللي قاعد عليه لأنه مش عايز يقعد على كرسي مبارك، فجابوا له 80 كرسي عشان يجرب واحد كل يوم، وكأن مرسي يعني قعد على 80 كرسي في السنة اليتيمة اللي هو قعدها، يعني تلت حكمه كان بيجرب الكرسي بتاعه، لحد ما في الآخر استقر على كرسي واحد تمنه 80,000 جنيه. ده لو ذهب مش هيبقى 88,000 جنيه. وعشان تبقى الكذبة محبوكة بتاعت مصطفى بكري، قال لك الكرسي ده يملكه واحد إخواني عايش في قطر، في الكويت، يعني باعت وجابوا كرسي من الكويت، وسبحان الله صاحب الكرسي أو صاحب الشركة اللي عاملة الكرسي ده واحد إخواني عشان يقعد عليه محمد مرسي كرسي زي ده كده تمنه كام؟ تمنه 80,000 جنيه. دي الواقعة الأولى. الواقعة الثانية اللي قال عليها مصطفى بكري وكأنه كان عايش في القصر بقى وكان شايف كل حاجة، قال لك إن كان في سجادة إيرانية موجودة في القصر الجمهوري كان ثمنها 3.5 مليون جنيه، 3.5 مليون دولار. مرسي قرر يستبدلها بسجادة صنع من شركة النساجون الشرقيون. طب دي مش واقعة فساد ولا واقعة
تبذير. اعتقد طلوع مصطفى بكر امبارح في الوقت اللي المصريين كلهم كانوا بيتكلموا عن فساد المجلس العسكري وبدات الناس تطالب بتطهير الدوله، كان الهدف منه ان هي يعني ترمينا بدائها كما يفعل مصطفى بكري واذناب النظام الحالي او نظام الفلول. الرئيس الراحل محمد مرسي لم يستطيع احد ان يثبت عليه اي شبهه فساد او شبهه تبذير او شبهه اختلاس. اعتقد اللي على راسه بطحه دلوقتي هو اللي بيحاول يعمل كده مع الرئيس الانسان الرئيس الطاهر الراحل الشهيد محمد مرسي.